ما أن تنتقل من الشارع الرئيسي ببلدة بنطيب بإقليم الدروش إلى الشوارع والأزقة المحاذية حتى تجد نفسك في مواجهة الأوحال المتراكمة وبرك تجمعت فيها مياه التساقطات المطرية الأخيرة، مشهد يتكرر كلما أمطرت السماء وتتكرر معه معاناة الساكنة. عندما تنتشر الأوحال في الشوارع التي تحتضن أنشطة تجارية فهذا لا يشجع بتاتا الزبناء على الدخول إلى المحلات التجارية، وضع يستدعي الإصلاح العاجل. هذه الأزقة والشوارع التي تحتاج إلى تعبيد وتهيئة لا توجد في الهامش، بل تقع وسط المدار الحضري وتحتضن مؤسسات تعليمية وأنشطة تجارية وفيها كثافة سكانية مهمة. ذا محظى عند التجارة ذا يعني نورمال زي سيغا سيزان وحتى الطريق الرئيسي فاش كتحشتا كتولي بحال الواد. اما بالنسبه الى خرجتي شويه بحال حدا المدرسه ولا المدرسه الفوق الاعداديه رقم جوج ولا في السوق يعني محتاج الفوت باش تحرك في السوق. اما التوجه الى السوق الاسبوعي الذي ينعقد كل يوم اربعاء فتلك مهمه ليست باليسيره، حيث يعاني المتبضعون الامرين قبل اقتناء ما يلزمهم من السوق. اذا لم تنتعل الحذاء المناسب فلا يمكن ان تلج الى هذه السوق التي وعدنا باصلاحها مرارا دون جدوى. الوضع يزداد سوءا عندما يتم ردم الحفر بالتراب فتتحول الى مستنقع من الاوحال كلما تساقط المطر. مدبر الشأن المحلي ببلدية بنطيب يتعهدون بتصحيح الوضع عما قريب، حيث ينتظر أن يتم إدراج عدد من الشوارع والأزقة في الشطر الثاني من عملية التأهيل الحضري لمدينة بنطيب. يلاه بدينا لا سيري سمو يلاه عاد كملنا هاد المناطق هادو، وحنا إن شاء الله عندنا تأهيل تكميلي في المرحلة المقبلة. عندنا واحد الاتفاقية اللي وقعناها فيها ثلاثة البلديات مدار الدريوش بنطيب فيها 30 مليار سنتيم، يعني باقي الأزقة اللي بقات راه خصها ميزانية وإن شاء الله هي هذه راه غتصلح. دابا كاين إكراهات فعلا كاينة، ولكن إكراهات غادي تزول إن شاء الله. للتذكير فجماعة بنطيب واحدة من ثلاث جماعات حضرية كبرى تشكل نواة عمالة إقليم الدريوش الفتية الذي أحدث عام 2009، ولا زال في حاجة ماسة إلى تأهيل حضري شامل. Thank you.